بعد فترة قريبة يحل شهر رمضان، وبدأ نسق الاستعداد لاستقباله يتصاعد شيئا فشيئا، متماشيا مع عادات لطالما دأب عليها أهل البلاد. بدينا بالديار، الناس فيهم فرحانين برمضان كيفاش دخلنا، ومن بعد بدينا بالعولة، فهمت؟ بدينا نتلموا بفاميليتنا الكل. شهر رمضان معناها شهر المعظم هذايا، وشهر الصيام وشهر البركة، فما أكثر طلب من العادة على الدقلة معناها اللي هي التمر، من السنة معناها متاع الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، يعني الإفطار يكون على الدقلة وعلى الحليب. احنا تو مازلنا ما حضرناش، ما قبل بجمعة نحضروا رمضان. سواء معناتها البايع التاجر ولا المواطن. المواطن يحضر من شهر ولا نحضروا من شهر. تتحسن يعني شوية معناتها الحركة. اعتادت العائلات التونسية أن تتحضر لشهر رمضان على عديد المستويات، فهناك من يشتري طواقم أكل وأواني طهي جديدة، فيما يجهز آخرون مستلزمات الصلاة والعبادة. كي يقرب رمضان نشريو الماعون، باش نقدموا فيه الماكلة متاعنا، والخضرة، الخضرة ديك قبل بنهار، الخضرة شنو يلزمنا ساعات نشريو كل نهار بنهارو، نشريو لفاحات هاوكا بالشهر كامل، شهر رمضان لفاحات يلزمنا، الفلفل الكحل، التيبل، الكروية، الحاجات هذوكم، وما نحضر حتى شيء. الاستعدادات رمضان معناها روحيا تستعد، مش معناها تستنى فيش الطيب وفيش مشتاكل وشنو تحضر. يعتبر شهر رمضان مناسبة تكتسي طبعا دينيا واحتفاليا في الآن ذاته، فيزداد ارتداد المساجد، ويتجمع حول مائدة الإفطار أفراد العائلة والأصدقاء، وتكثر الزيارات والسهرات الرمضانية. بتحضيرات خاصة يستقبل التونسيون شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام معدودات. البعض يستعد روحانيا بإعداد ما يلزم لممارسة شعائره الدينية، والبعض الآخر يستعد بإعداد وتحضير مخزون من المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية. من تونس، نسرين رمضاني، هنا القاهرة عاصمة الخبر.